السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي في الحصة الثانية من درس عالم الدمى. وأهداف درسنا لهذه الحصة هي: أولا، أقرأ الفقرة قراءة جهرية معبرة. ثانيا، أفسر المفردات الجديدة من خلال الترادف والتضاد. ثالثا، أوظف التراكيب في جمل من تعبيري. أحبتي، بداية دعونا نسترجع بعض معلوماتنا حول عالم الدمى من خلال لعبة اسمها بريد المعرفة، تحتوي على رسائل لأسئلة وفي داخلها الإجابة. هيا بنا لنبدأ. بريد المعرفة. السؤال الأول: متى اكتشفت أول دمية في التاريخ؟ هيا فكروا يا أحبائي. أحسنت الإجابة يا بطل، اكتشفت في الحضارة المصرية قبل 2000 سنة قبل الميلاد، واسمها الدمية المجداف. السؤال الثاني: ما هي الدمية؟ بارك الله فيك، هي لعبة مزينة على شكل إنسان أو حيوان، تصنع من مواد مختلفة. بارك الله فيك يا بطلة. السؤال الثالث: اذكر أشهر الدمى في العالم. أحسنت يا بطل، دمية الباربي، دمية ماتروشيوكا، ودمية حجر بي. بارك الله فيك. السؤال الرابع: أين ظهرت أولى مراكز تصنيع الدمى؟ أشكرك يا بطل، ظهرت في ألمانيا وفرنسا في القرن 15. دعونا نستمع الآن إلى قراءة الفقرة. دمية حجاربي هي النسخة المسلمة والمحجبة لدمية باربي الأمريكية، التي أطلقتها عالمة الطب النيجيرية حنيفة آدم. وبعد حجاربي التي حققت نجاحا كبيرا في عالم الدمى، انضمت إليها مؤخرا دمية جنة لتظهر باللباس الإسلامي المحتشم وتتلو آيات من القرآن الكريم. فهذه جولة سريعة حول تاريخ الدمى ومواد صنعها وبعض حكاياتها، ومهما تختلف الحكايات والدول في صناعة الدمى، فإنه لا أحد يختلف على أن الدمى من أهم الألعاب التي يحبها جميع الأطفال الصغار. دعونا ننتقل سويا إلى أسئلة الفهم. السؤال الأول: من أطلق دمية حجاربي؟ فكروا يا أبطال. أحسنت الإجابة، لقد أطلقتها عالمة الطب النيجيرية حنيفة آدم. السؤال الثاني: صف دمية جنة. أحسنت الإجابة يا بطل، دمية جنة تظهر باللباس الإسلامي المحتشم وتتلو آيات من القرآن الكريم. هيا بنا الآن لنفسر المفردات. انظروا إلى كلمة المحتشم، ما مرادف
المحتشم. فكروا جيدا. جزاك الله خيرا معناها المتستر، المتستر الحيي. ومن البطل الذي سيضعها في جملة من تعبيره؟ أحسنت الإجابة، قالت أنا أرتدي ملابسا محتشمة. بارك الله فيك، أو أنا أحب اللباس المحتشم. بارك الله فيكم جميعا. كلمة جولة، هل هي مفرد أم جمع؟ مفرد، أحسنت الإجابة. وما جمعها؟ بارك الله فيك، جولات. وما معنى جولة؟ ما مرادفها؟ جزاك الله خيرا معناها رحلة أو استطلاع. ومن البطل الذي سيضعها في جملة من تعبيره؟ أحسنت الإجابة، قال قمت بجولة في الأماكن الأثرية. بارك الله فيك. هيا بنا الآن لنستخرج المهارات. من البطل الذي سيستخرج لنا ضمير رفع منفصل؟ ابحثوا جيدا. جزاك الله خيرا، هي ضمير رفع منفصل لمن؟ للمؤنث الغائب. أحسنت الإجابة. ومن يستخرج؟ جار ومجرور أم عين النظر؟ جزاك الله خيرا، لدميتي اللام. هنا اللام حرف جر، ودمية اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. بارك الله فيك. وأيضا ابحثوا في عالمي، أحسنت، من القرآن، في صناعتي، من أهمي. إذا الجار والمجرور كثير في هذه الفقرة. نستخرج معا اسم إشارة، من الذي سيجده أولا؟ اسم إشارة. أشكرك جزيلا، هذه اسم إشارة للمفرد المؤنث. أحسنت يا بطلة. من يستخرج جمع مؤنث سالم من الفقرة؟ هيا يا أبطال. أحسنت الإجابة يا ذكي، الحكايات، الحكايات، جمع مؤنث سالم. وأخيرا، من يستخرج جملة اسمية؟ بارك الله فيك، هي النسخة المسلمة والمحجبة لدمية باربي. هذه جملة اسمية. أيضا هذه جولة سريعة، جملة اسمية بدأت بضمير، ضمير اسم، واسم الإشارة هو اسم أيضا. أشكركم يا أبطال. عزيزي الطالب، أجب عن ورقة العمل التالية وأرسلها عبر السيسو في المكان المخصص. المطلوب من السؤال الأول كتابة مفرد الكلمات التالية. حضارات مثلا جمع، ما مفردها؟ السؤال الثاني المطلوب استخدام الكلمات أو التراكيب الآتية في جمل من إنشائك. السؤال الثالث المطلوب كتابة ضد أي عكس الكلمات الآتية.